ثم قالت الآية الكريمة ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد ايش معنى العرش؟ يعني المقصود بمنطلق القدرة، يعني دائرة الأمر والنهي، بس من باب تقريب المعنى إلى الحش عبر عنه القرآن، كأنه الشيء المعنوي يريد يقرب للشيء الحشي. يعني مثل الله عز وجل لما يريد يقرب نوره إلى الأسماء إلى الأفهام، يقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكات رازونة يعني بيها مصباح، يريد يقرب المعنى إلى أذهان الناس، وإلا نور الله عز وجل لا يحد، بس من باب تقريب المعنوي إلى المادي. هذا كذلك العرش يعني مو مكان يجلس به كما يصور البعض المجسمة اللي يقولون أن الله عز وجل عند عرش يطوه حجم معين، يطوه مساحة شم شبر وش قد مرتفع. ولو تشوف إلى هذا العرش، ما أدري قد يكون تجيني في الليالي الآتية أبين لك كعب الأحبار، إيش عنده نظريات عبقرية هنا، عنده نظريات عجيبة بالنسبة للعرش، لما تقرأها نظريات عجيبة. يجي إن شاء الله بوقت، لا نستعجل. في العرش إذن دائرة الأمر والنهي اللي يصدر منها الأمر والنهي، وإلا مو مكان الله عز وجل منزه عن الجسمية وعن المكان. الله تبارك وتعالى منزه عن هذه التصورات عما في أوهامنا. زين، ذو العرش المجيد يعني المكانة المجيدة. احنا نقول فلان عند عرش مجيد، مجيد بصفتين، يعني هم قوي وهم مترفع عن الدنايا،